عندنا مشكلة الجفاف دي مشكلة كبيرة جدا في مصر. هي المشكلة ليه؟ الناس ما بتشربش مياه كفاية، خاصة السيدات والفتيات، لأن شرب المياه بره في الشارع هيتخليها إن هي تضطر تستعمل دورة مياه هي مش موجودة أصلا. فناس كتير أو ما بتشربش مياه عشان ما تضطرش تستعمل دورة مياه خارجية أو عدم وجود دورة مياه، وبالتالي ده بيؤدي إلى جفاف البشرة. الحاجة التانية، إحنا بنتعرض للشمس كتير بإسراف، والتعرض لأشعة الشمس بيؤدي إلى تشقق الجلد. الحاجة الثالثة، ودي حاجة خطيرة جدا انتشرت في الوقت الحالي، اللي هو التدخين، سواء تدخين السلبي أو تدخين السجاير أو تدخين الشيشة الموضة اللي طالعة اليومين دول. طبعا عشان بس نقول للناس، الشيشة الحجر الواحد بتاعها بيساوي علبة سجاير، والناس اللي متخيلة إن هي لما هتشرب شيشة هي بتخففها بالمية، لا، هي بس بتنقل الجراثيم والميكروبات اللي موجودة في المية دي أو موجودة في هذا الوعاء بتاع هذه الشيشة، وبتخش وبتنقل. وعشان كده نسبة السل زادت في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة لاستعمال الشيشة. ده غير المواد المسرطنة اللي موجود في الروائح اللطيفة اللي بيحطوها لك، شيشة تفاح وشيشة موز وشيشة أناناس وحاجات غريبة كده. الجفاف بتاع البشرة اللي بتسببه السجاير والتدخين بيؤدي إلى تشقق الجلد. يبقى إذن إيه المطلوب منا؟ مطلوب إن احنا نشرب مياه كتير، وندور على حمامات أو دورات مياه، أو نعمل دورات مياه كتيرة في الشارع. الحاجة التانية وهي مطلوبة، إن احنا نستعمل كريمات مرطبة، نبتعد عن أشعة الشمس المباشرة، مفيش حاجة اسمها سانتان أو إن أنا أخد لون أو الكلام ده كله. وأهم حاجة اللي هي أهم الأسافين أو الأسافي، هي موضوع التدخين، نبتعد عنه تماما، خاصة في الفتيات والسيدات اللي عايزين يحرصنا على جمالهم. لازم يعرفوا إن وجه المرأة البشرة بتاعته رقيقة جدا، وبالتالي تكون أكثر حساسية، مش كده حاجة ذكرت حكاية التشقق بتاع البشرة والكلام ده، فبتبقى أكثر حساسية للتدخين، وعوامل السن والتعرية بتظهر عليها بسرعة جدا.